على حافة شارع مكتظ بقلق المعيشة وضجيجها وسط الجوف، يقف الشاب عز الدين قاسم مع أدواته البسيطة متأهبا لإعداد العصائر الطازجة وبيعها للناس في يوميات رمضان. عامل كنز قبل رمضان في البناء، والآن في رمضان اشتغل بالعصارة هذه لي. لعل المسؤولية الملقاة على عاتقه ثقيلة وكبيرة، وهو الشاب القادم من أقصى البلاد كغيره من الراكضين خلف رغيف الحياة، والعائل الوحيد لأسرة تنتظر في البعيد ما يجود به ويسد رمقها في زمن الحرب ومآلاتها الكارثية على معيشة اليمنيين. وبعدنا أسرة مسؤولية يعني كبير، ما قدرنا نشروه، قادري غائب منهم سنة، والآن نشتي نوفر مصاريف العيد عشان نروح نسافر البلاد. هم يومي مصحوب بالضجيج والتعب والإرهاق، يكتنف رحلة العمل من أجل القوت الضروري، وهو حال معظم الأسر اليمنية في رمضان وغيره من شهور السنة الحاسرة بالمعاناة. لكن علاقة اليمني بالأشياء، لا سيما تلك التي تدر عليه بالدخل وإن اليسير، تستحق التوقف عندها. تحت الشمس يقف عز الدين مع أدواته كمن يصارع متاعب الحياة وتكاليفها الباهظة، لكنه ورغم ذلك لا يكترث لهذا التعب اليومي، فثمة من ينتظر عصارة جهده ليعيش وأسرته البعيدة في تحد صارخ للحرب وتداعياتها القاسية على الحياة. علي الجرابي، قناة بلقيس، الجوف.